السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدرف في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على الديداكتيك ديال الرياضيات. فكما كتعرفوا الرياضيات في الحصص الدراسية كتكون 5 حصص في الأسبوع، لكن من حيث المراحل فلدينا 4 مراحل مهمة وأساسية وضرورية. أول مرحلة اللي هي مرحلة بناء المفهوم. في خلال هذه المرحلة يتم تقديم المفهوم إلى المتعلم بطريقة يعني غير مباشرة، أو يعني بطريقة أنه هو على سبيل المثال عندما نتحدث عن الاعداد مثلا من 0 الى 99، ففي التقديم ديال هذه الاعداد ما كنمشيوش مثلا نقولوا ليه راه الاعداد من 0 الى 99 هي 0 1 2 3 4، لا، وانما نضعه في واحد مثلا واحد الوضعيه اللي كتخليه من خلالها يبني هذاك المفهوم وتعرف على انه هذاك الشيء اللي كيتعامل معه راه هو الاعداد من 0 الى 99. هذه بالنسبه للمرحله الاولى اللي هي الانشطه او مرحله بناء المفهوم. المرحله الثانيه هي مرحله جد مهمه اللي هي مرحله ترييد المفهوم، يعني كنعطيه واحد الانشطه اللي هي سهله، انشطه تطبيقيه اللي من خلالها كيتمرن وكيضبط اكثر هذاك المفهوم اللي كنت قدمته ليه خلال مرحله البناء. هذه في الحصه الثانيه. والحصه الثالثه هي حصه تقويميه، يعني اضعه في وضعيات وفي تمارين اللي كيخليوه يعني اكثر ثقه وما كيبقاوش يعني بشكل سلس او بشكل يعني بسيط، وانما كيدوز لواحد الامور اكثر تعقيدا ويخدم فيها الذكاء ديالو باش نشوف واش هذا المتعلم فعلا قدر يضبط هذاك المفهوم بشكل جيد. ثم الحصة الرابعة اللي كتكون يعني الدعم والمعالجة، يعني هنايا كنحاول ندير ليه تمارين داعمة بحيث ارصد ما يسمى ارصد اخطاء المتعلم، يعني كنسيبليو على هذيك الاخطاء اللي عنده باش نقدر في الحصة الاخيرة والخامسة ندير ليها المعالجة. إذن هذا بشكل يعني كما نقول بشكل عام. وهاد السيرورة كنخدم عليها تقريبا في الـ4 وحدات الأولى، الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. انطلاقا من الوحدة الخامسة والسادسة كيوليو درسين في الأسبوع، يعني في الأسبوع الواحد عفوا، ما كيبقاش درس واحد، درسين في الأسبوع، بحيث 4 الحصص كتشتمل فيها الحصة الأولى بناء وترياد، الحصة الثانية تقويم ودعم، هذا الدرس الأول. جوج الحصص الأخرين ديال الدرس الثاني أيضا بناء وترياد ثم تقويم ودعم، هذا بالنسبة للدرس الثاني. ثم الحصة الأخيرة والخامسة كندير فيها الدعم والمعالجة للدرسين، يعني كنديرها لهم. هذا بشكل عام كيفاش كنقدروا نخدموا المفاهيم الرياضياتيه في مختلف المجالات، سواء مجال الاعداد، مجال القياس، مجال الهندسه، او يعني مجال تنظيم معالجه البيانات او حل المسائل. الان نعطيكم يعني كيفاش كتحطوا الاسئله ديال الديداكتيك ديال الرياضيات في الامتحانات. عندنا جوج ديال الحالات، يا اما غيتعطى لنا مثلا مقتطف لواحد النشاط او درس وكيطرحوا علينا واحد الاسئله خلال هذاك او كنسيبليو فيه هذاك النشاط، كيقول لك مثلا في اي مستوى يدرس مثلا هذا المفهوم اللي ولا هذا الدرس اللي كتشوف في الصوره مثلا او المرفقات اللي عطاوك، شنو مثلا المكتسبات القبليه اللي خصو يكونوا ديجا عنده، يعني شنو هما الموارد اللي خصو يكونوا عنده مكتسبهم يعني واخدهم باش يقدر على انه يجاوب لنا على هذاك الدرس، شنو هي الامتدادات اللاحقه اللي يعني مثلا فاش كنقول له درس الاعداد غنقول لك مثلا عارف يدير مثلا المقارنه والجمع على الاعداد من 0 الى 99، كيعرف الكتابه ديالها الى اخره. الامتدادات هو انه غادي يولي تعرف على هذا الشيء نيت، ولكن مثلا في الاعداد من 0 الى 999. اقترح نشاط لبناء المفهوم، حتى هذا كيكون سؤال مثلا هو اللي هضرنا عليه، يعني كتحاول تخلق واحد الوضعيه اللي جديده كتحاول تعطي بها المفهوم للتلميذ في الاخير، يعني في الاخر ديال هذيك الوضعيه اللي غتعطيه انت الوضعيه بنائيه خاصو يكتشف لانه راه كيتعامل مع واحد المفهوم رياضياتي. ثم من الاسئله اللي كيطرحوا مثلا اعطوني شي وضعيه للتلميذ بها اخطاء في خلال هذاك الدرس نيت مثلا اللي كتهضروا عليه، ثم حدد مثلا الخطا اللي دار في هذيك الوضعيه واقترح انت علاج ليه.
هاد الاسئله اللي عطيتكم غنحاول نعطيكم مثال. مثال مثلا حول الاعداد الكسريه، كيف ما كتعرفوا الاعداد الكسريه، فما يمكنش نجي للتلميذ ونقول له العدد الكسري هو كل عدد يتكون مثلا من بسط ومقام، والعدد الكسري ماشي بحال عدد صح. لا، يعني هنا كيخصني اول حاجه نقترح واحد النشاط باش نحاول نبني هذا المفهوم بشكل سلس، واللي يخليه يضبط هاد يضبط هذا المفهوم طبيعه الحال. دونك شنو خصني ندير؟ كنقترح ليه واحد النشاط باش نقدر نبني هذا المفهوم، بحيث مثلا كنقول ليه نرسم مثلا واحد القرص ليه، ونحدد عليه مثلا واحد 6 ديال الاجزاء متساويه، يعني نقسم القرص على 6 ديال الاجزاء متساويه، متساويه المساحه، ونلول ليه مثلا دوك 4 ديال الاجزاء، ونطلب مثلا من المتعلمين يحدوا ليا كم من جزء ملون كم من جزء غير ملون، وغادي يجاوبوا يقول لي راه 6 اجزاء ملونه من اصلي، عفوا 4 اجزاء ملونه من اصلي 6، ونكتبها لهم مثلا كتابه كسريه، او نكتبها لهم في الاول كتابه يعني عاديه بكتابه مثلا حرفيه، ثم عاد نقول لهم 4 من اصل 6، وندير 4 على 6، نقول لهم هذا العدد 4 على 6 هو اللي كيمثل لنا الجزء الملون من القرص، الجزء غير ملون كيمثل لي مثلا 2 على 6، وهكا غادي نبدا وغادي نوصل لهم ونقول لهم هذه الكتابه اللي لاحظتوا ماشي بحال الاعداد اللي كانوا عندنا مثلا 1 2 3، هذه الكتابه الكسريه. وكنمشي، يعني كاين مرات تقراو بزاف هذا الشيء. من الاسئله اللي كتحطوا في اي مستوى مثلا غادي ندرس انا هذه الاعداد الكسريه، فطبيعة الحال الاعداد الكسريه التي لها نفس المقام كيبدا الدراسه كيبدا التدريس ديالها حسب المنهج المنقح تقريبا من المستوى الثالث ابتدائي. قال لك اعطيني مثلا واحد الوضعيه ارتكب فيها المتعلم خطا، نعطي مثلا واحد عمليه الجمع ديال الاعداد الكسريه، مثلا 1 على 3 زائد 1 على 2، وغادي نقول راه التلميذ كتب لي 2 على 5، يعني شنو دار هنا؟ جمع البسط وجمع المقام. بخلاف غادي نقول ليه الخطا الذي ارتكبه التلميذ هو انه جمع المقامين والبسطين. والخطه اللي غادي نقترح عليه لعلاجه هو انني خصني نوضح للمتعلمين على انه في حاله جمع عدد كسري لهما مثلا مقامين مختلفين يتطلب من الامر ان نقوم بتوحيد المقام، ولتوحيد المقام في خلال عمليه الجمع او الطرح نعطيه الطرق مثلا كيفاش كندير توحيد المقام، سواء نقلب على المضاعف المشترك بين المقامين او انني نضرب المقام في البسط الى اخره، يعني الطريقه الاخرى. ما هي المكتسبات القبليه مثلا لدرس جمع عددين كسريين لهما مقامين مختلفين؟ هذا مكتسبات سابقه، خاص المتعلم يكون كيعرف الضرب ديال الاعداد الصحيحه طبيعيه، كيعرف يدير توحيد المقامات، كيعرف المضاعفات والقواسم، حيت المضاعفات والقواسم هما اللي كيسهلوا عليا العمليه ديال توحيد المقامات. شنو هي الامتدادات دابا اللاحقه اللي نقدروا مثلا نقولوا المتعلم راه غادي يكتسبها من خلال هذا الدرس؟ جمع الاعداد الكسريه لها مقامات مختلفه، حيت هضرت لي على مقامات عاديه، دابا غيولي يهضر على مقامات مختلفه. اذا كما لاحظتوا ببساطه هذا هو الديداكتيك ديال الرياضيات، كيفاش كتحط الاكثريه بحال اللي كتحط، ما عدا الا كانوا شي اسئله اخرين كيكونوا مثلا شنو هما المبادئ اللي كيرتكز عليهم الرياضيات وبغى يوصلهم المتعلم، شنو غيستافد المتعلم من هذه الرياضيات في الحياه اليوميه ديالو، اعطينا مثال مثلا الى اخره، شي حوايج اللي هما بساط. من بعد يقدروا يعطوكم مساله، يقدر يعطيكم مساله ماشي وضعيه ويقول لك مثلا هذه المساله اللي عندك حدد لها المعطيات الناقصه، حدد لها المعطيات السائده، حاول انك تعيد صياغه النص ديال هذه المساله بطريقتك الخاصه، اعطينا انت حل المساله، حدد لي مراحل مثلا هذه المساله، يعني كيفاش انت الدور ديالك كاستاذ كيفاش غادي توصل ليه هذه المساله، يعني كيفاش غتشرحها ليه. واعطينا مثال امثله الاجابات ديال التلاميذ اللي انت غتقدر تقبلها وما تقبلهاش، وشنو هما الاخطاء اللي يقدروا يوقعوا فيها التلاميذ خلال وضع المساله، وشنو هما المصادر ديال هذه الاخطاء، ثم اقترح علاجا لها. اذا نفس الشيء تقريبا بحال الوضعيه الاولى، او يعني المساله كتحاول دائما توضع انت نفسك كاستاذ وكتقول على انه انا كاستاذ خاصني المساله نتعامل معها بشكل دقيق، بشكل انني نقدر مثلا كمرحله اولى نكتب لهم المساله مرفوقه مثلا بصور، مرفوقه بمثلا يعني وسائل ديداكتيكيه كنستعملها باش تسهل على المتعلمين على انهم يفهموا المساله، نديروا قراءه صامته للمساله، ندير قراءه مثلا ماجستيرال او قراءه ديال الاستاذ بحيث يفهم المساله بشكل جيد،
نحاول مثلا ان نعطي قراءات مثلا متعدده للتلاميذ، نبدا نعطي اسئله اللي من خلالها نكتشفوا عناصر المساله والعناصر الاساسيه للمساله، نحيد المعطيات الناقصه. يعني كتبدا ندير عمل فردي عمل جماعي. يعني دائما الديداكتيك نوصيكم عليه هو انك تحاول توضع نفسك مكان الاستاذ، كيف ساقدم هذا الدرس للمتعلم بحيث يصل الى الحل بشكل مبسط. اذا هادشي اللي كاين في ديداكتيك ديال الرياضيات. كان معكم الاستاذ مراد ابداع على قناه طالب قول ميمي. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ابوني للقناه طالب قول ميمي، بارطاج مع الزملاء ديالكم، طاقيو الاصدقاء ديالكم. مشاهده ممتعه، الى اللقاء.